بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوت. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل، ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحادية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق قبل هذه الأجازة التي يعني أقيمت من أجل الامتحانات، توقفنا عند قول الشارح رحمة الله عليه: وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه، أليس كذلك؟ والآن إن شاء الله تعالى بفضله سبحانه ومنه وكرمه وفضله وحوله وقوته نكمل هذا الشرح الذي كنا قد بدأناه من قبل. قال رحمة الله عليه شارح الكتاب وهو نفسه المصنف، قال: ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه كما فعل من قبل في الماضي والأمر. نعم، فذكرت أن له حكمين اثنين: حكما باعتبار أوله، وحكما باعتبار آخره، وهذا فريد في نوعه. هذا الأمر كان المصنف رحمة الله عليه تفرد به في هذا
المصنف أو في هذا المؤلف. فقال له حكمان، حكم باعتبار أوله أول المضارع، وحكم باعتبار آخر المضارع. قال فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى، أي تارة أخرى، فيضم إن كان الماضي أربعة، يعني على أربعة أحرف، يعني إذا كان الماضي رباعيا ثم أردت أن تأتي أو تصرف المضارع منه فلا بد أن تضم، أن تضم حرف المضارع، لابد أن تضم حرف المضارع، سواء كان سواء كانت هذه الأحرف الأربعة كلها مجردة، يعني كلها أصلية، أم كان منها مزيد، يعني إذا كان فيها مزيد لا بأس، فالحكم ينجر على الماضي الرباعي سواء كان رباعيا مجردا أو رباعيا مزيدا فيه، هكذا. نعم. قال فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة، يعني يضم الأول، يضم هو نائب الفاعل يعود على أول المضارع، ويفتح أوله تارة أخرى. قال فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف، سواء كانت كلها أصولا، ونحن قبل ذلك في الصف عرفنا الحرف الأصلي كما عرفه الصرفيون بأنه ما يقابل أحرف الميزان، وإن كان فيه دور، وإن كان هذا التعريف فيه دور، لكن يعرف بذلك لأنه يعني صار من المعلوم بالضرورة من الصرف بمكان، خلاص يعني لم يعد هناك من الطلاب من يقول ما الميزان الصرفي وما الأصل وما غير ذلك، لكن قال العلماء هذا التعريف فيه دور بحكم تأصيله من مسألة، يعني إذا أردنا أن نؤصل المسألة تأصيلا أكاديميا كما يقال فإن التعريف هذا فيه دور، لأن بنقول إيه؟ بنقول الحرف الأصلي هو ما يقابل أحرف الميزان، طب أحرف الميزان إيه؟ هي ما تقابل حروف الأصول، يبقى في دور ولا لا؟ فيه دور، هكذا. لكن صار خلاص من المعلوم بالضرورة، والمعلوم بالضرورة لا ينكره أحد، خلاص لم يعد فيه دور، هكذا. فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف سواء كانت كلها أصولا، وذلك نحو دحرج يدحرج. فأنت إذا نظرت إلى المضارع وجدت أن حرف المضارعة فيه مضمومة يدحرج، وهذا دليل على أن ماضيه رباعي، رباعي، هكذا. نحو دحرج يدحرج، أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا، وذلك نحو أكرم يكرم، لأن أكرم ليس كل حروفها أصول، ما فيش أصول كلها مش أصول، الهمزة أصل، الهمزة زائدة، والكاف والراء والميم أصول، هكذا، لأن الفعل أصلها كرمة. فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله كرمة، ويفتح إن كان هذا انتهى، ثم يقول بقى بقية الحكم. قال ويفتح إن كان الماضي أو أي ويفتح أول المضارع، يعني نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على أول الإيه؟ المضارع.
أي ويفتح أول المضارع إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها، هكذا. ومن الأولى أن يقول كما قال الآخرون ويفتح فيما عدا ذلك، يعني إذا كان أقل من الأربعة أو أكثر من الأربعة، ويفتح فيما عدا ذلك هكذا. فالأول نحو ضرب يضرب، وهذا هو أقل من الإيه؟ من الأربعة، لأنه ثلاثي، ضرب يضرب، نعم. وذهب يذهب، ودخل يدخل. وإذا نظرت إلى ما مثل به الشارح رحمة الله عليه، وجدت أنه استوفى الأبواب، اللي هو فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، استوفى الأبواب الصرفية للفعل الإيه؟ للفعل الماضي المجرد، هكذا. ضرب يضرب من باب فعل يفعل، وذهب يذهب من باب فعل يفعل، ودخل يدخل من باب فعل يفعل، هكذا. والثاني نحو انطلق ينطلق، وهو من الثلاثي، واستخرج يستخرج، وهو من الرباعي. انطلق وينطلق من الخماسي، واستخرج يستخرج من الايه؟ من السداسي، واستوفى كل الايه؟ الافعال. واما حكمه، انتهى حكم المضارع باعتبار اوله، واما حكمه باعتبار اخره فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب، هكذا. فهذه ثلاث حالات لآخره، وأراد أن يفصل حتى يلحق حالاته بحالات الأمر والماضي، حتى تستوي الأفعال كلها في عدد الحالات. لكن من الجائز أن يقول طارة يكون مبنيا وطارة يكون معربا، يبقى في حالتين اثنين، لكن أراد أن يفصل حتى تكون الحالات ثلاثة كبقية الأفعال، أي في الماضي والإيه؟ والأمر. وإلا لقال طارة يكون مبنيا على السكون، وطارة يكون مبنيا على الفتح، وطارة يكون مرفوعا، وطارة يكون منصوبا، وطارة يكون مجزوما، حملا على التفصيل في البناء، فينبغي أن يفصل في الإعراب. ولكنه لم يرد هذا الذي ذكرته، إلا أنه أراد أن يكون له حالات ثلاثة، كما جعل للماضي ثلاث حالات، وجعل للأمر ثلاث حالات، هكذا. قال فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وهذا قد فصل البناء، أو فصل حالتي البناء، ثم أجمل في الإعراب. قال وتارة يعرب، فهذه ثلاث حالات لآخره، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، ولآخر الأمر ثلاث حالات، هكذا يا طلاب العلم. قال فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث. وإحنا عندنا هنا حاجتين لابد أن نذكرهم، شيئين اثنين لابد من ذكرهما. الشيء الأول هو قوله بأن يتصل كما قال غيره من النحاة، والأولى كما قال المحققون وكما قال سيدنا سيبويه رحمة الله عليه، فمشروط بأن يكون مسندا. فالأولى التعبير بالإسناد لا بالاتصال، لأن الاتصال يوهم، أو من الممكن أن يكون متصلا به اتصالا مباشرا، ومن الممكن ألا يكون متصلا به اتصالا مباشرا، هكذا. لكن إذا قلت، لأن احنا بنقول الفعل متصل به
ضميران متصل به ضميران في أعطيتكه، أو ثلاثة ضمائر فيها التاء وفيها الكاف وفيها الهاء، فكله اتصال. فالاتصال إما أن يكون اتصالا مباشرا وإما لا يكون اتصالا مباشرا. فالاتصال ليس بالأولى أن يعبر به، وإنما التعبير الأولى هو الإسناد، لأن الفعل يسند إلى إيه؟ إلى فاعله. هكذا. فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يسند إلى نون الإناث. أدي أول هام. الهام الثاني أو الشيء الثاني إن نون الإناث سعيد بنقول بنشوفها، وبعد كده بنقول نون النسوة. بنشوف تاني مرة تانية نون النسوة. إيه نون النسوة ونون الإناث؟ التحقيق فيها أن نون النسوة هي خاصة بالعقلاء. يعني حاجة إيه خاصة بالإيه؟ بالنساء. لكن نون الإناث قد يدخل فيها العاقل وغير الإيه؟ وغير العاقل. خلاص؟ والحكم أعم من أن يسند الفعل إلى نون النسوة. أعم من ذلك، فلذلك ذكر إيه؟ نون الإناث. هكذا. يبقى هذان، حاضر، هذان هما الأمران اللذان أردنا أن نبينهما. نعم. لا، أنا بتكلم على مفهوم الاتصال. مفهوم الاتصال. أنا بتكلم على مفهوم فقط. هو الاتصال به اولا لابد ان يكون المضارع اذا اسند الى نون النسوة لابد ان تكون مباشرة له، لكن انا بتكلم على مفهوم الاتصال. مفهوم الاتصال اما ان يكون مباشرا واما ان لا يكون مباشرا. فمن الاولى ان يقول يسند الى نون الايه؟ النسوة. هذا هو. والاسناد ابين للايه؟ للمعنى. هكذا. لكن هل نون النسوة لا تباشر الفعل؟ طبعا لا، مفيش ما ينفعش يفصل بين الفعل ونون النسوة، لا يجوز ابدا ولا يكون هذا. تمام. لكن انا بتكلم على مفهوم الاتصال. مفهوم الايه؟ الاتصال. وذلك نحو النسوة يقمن، وهذا تمثيل. الشاهد أو الممثل يقمن فعل مضارع مبني على السكون لإسناده إلى نون النسوة. وكذلك قول الحق تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهنا يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لإسناده إلى نون النسوة. ويرضعن ونون النسوة طبعا هي الفاعل، ضمير متصل مبني على على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر الايه؟ المبتدأ. وكذلك قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. ومنه أي ومن هذا الحكم إلا أن يعفون أو يعفو الذي هذا هو. لكن قبل أن ندخل في مسألة إلا أن يعفون، هو المضارع يا طلاب العلم بارك الله فيكم هو أصله معرب، يعني هو معرب، وأعرب لكونه ضارع الأسماء، والأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء.
وذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، ولعلني أذكرها مرة ثانية بنوع من الاختصار الآن، هو من باب التذكير ومن أجل أن نلج بعد ذلك إلى شيء معين. الأصل في الأسماء الإعراب، لأن الأسماء كما قلنا يتعاور عليها معان أو تتعاور عليها معان كثيرة مختلفات، وهذه المعاني لا تظهر إلا بالإعراب، بعلامات الإعراب، لأن الرفع صار علما كما قلنا على الفاعلية، والنصب صار علما على المفعولية، والخفض صار علما على الإضافة. هذا هو. ولذلك ميز بين هذه المعاني بعلامات الإعراب. أما إذا نظرنا إلى الفعل فلن نجد هذا الذي وجدناه في الأسماء، فالأفعال لا تتعاور عليها معان كثيرة، هو حدث مرتبط بزمن فقط، أدي معنى الفعل، حدث مرتبط بزمن، والأزمنة محصورة كما قال المحققون من العلماء، إما الزمن الماضي أو الحال أو الاستقبال، فميزوا بين هذه الأزمنة بتغيير بنية الفعل، فصار هناك تصريفات للأفعال، الماضي هو الأصل، ثم صرف المضارع من الماضي ببنية جديدة، ثم صرف الأمر من المضارع ببنية جديدة وبإجراءات صرفية معلومة، لكن المعنى واحد، فهذا تغيير البنية من أجل تغيير أو علامة أو صار علما على الزمان، بنية الماضي صارت علما على الزمان، وبنية المضارع صارت علما على زمان معين، وبنية الأمر صارت علما على زمان آخر والمستقبل. هذا هو. لكن المضارع لما تعاورت عليه معان كثيرة وضارع الأسماء في أشياء فصار معربا تشبها له بما ضارعه، لأنه ضارع الأسماء، وقلنا المضارع يعني ضارع الاسم، يعني والمضارعة معناها المشابهة، وقلنا كلمة مضارعة من الضرع، وكما أنه يقال أن هذا ضريع هذا، أقول مثلا هذا ضريع هذا، لأنه كل منهما رضع من ضرع واحد أو من ضرع مقابل ومشابه للضرع الآخر، فصار مشابها إياه، يقول لك هذا ضريع ذاك، يعني مشابه له، فسمي المضارع من أجل ذلك. هكذا، فالمضارع ضارع الأسماء في أشياء كثيرة، أهمها أنه تعاورت عليه المعاني المختلفات كما تعاورت على الأسماء المعاني المختلفات، وفي أشياء كثيرة، منها أنه على حركات الأسماء وسكناته، الفعل المضارع على حركاته وعلى سكناته، وأشياء كثيرة ذكرناها قبل ذلك، ذكرها الإمام الأنباري أيضا في كتاب أسرار العربية كما ذكرت قبل ذلك. طيب، لما عاد المضارع إلى البناء؟ قال لك زي الممنوع من الصرف بالظبط، الممنوع من الصرف لما شابه الأفعال في أشياء منع من الصرف، وأنا ذكرنا هذا يعني باستفاضة في الفواكه، ولما ضعف شبهه بالأفعال عاد عاد وقد جر بالكسرة، عاد وقد جر بالإيه؟ بالكسرة، وأنتم عاكفون في المساجد، أي
كلمة مساجد دي ممنوع من الصرف بصيغة منتهى الجموع لكونها شابهت الأفعال في علتين اثنتين. فلما دخلت عليها الألف واللام، والألف واللام من علامات الأسماء، فلما دخلت الألف واللام على كلمة مساجد التي أشبهت الأفعال زاد شبهها بالأسماء، فعادت مرة ثانية إلى حظيرات الأسماء فجرت بالكسرة، وإن بقيت على منعها للصرف لأن العلتين ما زالتين إيه موجودة. يبقى لما قوي شبهها بالأسماء وضعف شبهها بالأفعال عادت إلى أصلها. نفس الشيء هنا، الفعل المضارع لما ضارع الأسماء أعرب، ولكن لما جاءته ما قوى جانب الفعل جو قوى جانب الفعلية فيه عاد مبنية إلى أصله. عاد إيه؟ عاد مبنيا إلى أصله. طب وإيه اللي قوى جانب الفعلية فيه أولاد؟ قال لك لأنه أسند، أو بلاش هنا أسند بقى، لأنه اتصل بشيء هذا الشيء لا يكون إلا مع الأفعال. هذا الشيء لا يكون إلا مع الإيه؟ وهو نون النسوة. نون النسوة ده ضمير، والضمير الضمير وضع مما وضع له أن يكون مسندا إليه حدث. هذا هو، لأن الضمائر أسماء والأفعال في حاجة إلى الإيه؟ إلى الأسماء، مفتقرة إلى الأسماء. بس الأسماء مش مفتقرة إلى الأفعال، لأن الأسماء أثبت وهي الأصل، فهي في غنى عن الأسماء. والفعل ليس في غنى عن الاسم، بل هو مفتقر إلى الأسماء. فيقول لك هنا لما أسند إلى نون النسوة، ونون النسوة ضمير، والضمائر يسند إليها الفعل الحدث، قوي فيه جانب الفعلية. فلما قوي فيه جانب الفعلية من أجل ذلك عاد إلى أصل حكم الأفعال. وأصل حكم الأفعال إيه يا أولاد؟ قال لك البناء، فبني. يبقى هذه العلة، علة بناء المضارع الذي أسند إلى نون النسوة. طب وفي علة كمان يا أمزر، إيه هي يا ولد؟ قال لك دي علة سهلة جدا لا تغيب عنا. قال لك ده بني بالحمل على الماضي، بس كده ده بني بالإيه؟ بالحمل على الماضي. إزاي؟ قال لك لأن الماضي لما كان هو الأصل، أصل المضارع، ولما كان مبنيا إذا أسند إلى نون النسوة وبني على السكون شابهه المضارع إذا أسند إلى نون النسوة. خلاص، يبقى ده بيقول لك علة قريبة. علة إيه؟ قريبة. وهناك العلة الأولى هي علة بعيدة، وإن كانت هي الأولى بالأخذ بها. لكن لو واحد سألك كده سؤال قول له بالحمل على الماضي وخلاص، يبقى إيه؟ قريبة. علة إيه؟ قريبة. وإن كانت العلة الأولى علة بعيدة وهي الأولى بالأخذ إيه؟ بها. هذا هو. طيب يقول لك ليه بني على السكون لم يبنى على شيء آخر؟ يقول لك ما ينفعش تسأل. لأنه الأصل، لأن أصل البناء على إيه يا أولاد؟ على السكون، زي ما قال كده الشيخ ياسر، قال لك هو الأصل، وهكذا. مفهوم يا شيخ أمزر؟ طيب. ومنه ومن هذا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح في حرف البقرة. نعم، إلا أن يعفون يا ولد. يقول لك يعفون دي يعني واو الجماعة. يقول لك لا، مش واو الجماعة، دي أصل الكلمة، أصل الفعل. الذي يبين لك ذلك إذا أردت أن تزن الفعل، فيعفون على وزن يفعون، يعفون
يعفون على وزن يفعول، اعكس كده هتلاقيها صح. يعني العين قبل الفاء، الوزن الفاء قبل العين، لانه ايه من ايه؟ قال لك من عفا يعفو، اللهم اعفو عنه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك عفا يعفو من العفو، خذ العفو وامر بالعرف، صحيح؟ يبقى اصل الفعل ايه؟ واوي، واوي اللام. طيب الفعل اسند الى ايه؟ قال لك اسند الى نون النسوه. فلما الفعل يسند الى نون النسوه لا يحذف منه شيء، زي يقمنا، او مثلا زي يضربنا، ها يضربنا بارجلهن، صحيح؟ ليعلم ما يخفين من ايه؟ من زينتهن. طيب يضربنا ده تبقى يبقى ده يضرب اهو، ضرب يضربه، وبعدين اسند الفعل الى نون النسوه وخلاص، زي يرضعنا بالظبط. يبقى يفعون على وزن يفعلنا باللام، يبقى اللام موجوده مش موجوده؟ موجوده، هذا هو. يبقى هنا ومنه الا ان يعفون، يبقى يعفون ده فعل مضارع مسند الى نون النسوه، والواو دي مش واو الجماعه، دي واو لام الكلمه. يبقى لما تيجي توزن باللام، يبقى يعفون على وزن ايه؟ يفعلن باللام اهي، هكذا. طب الرجال يعفون، يقول لك لا دي الواو دي واو الجماعه. طب ما فين اللام؟ قال لك اتحذف، محذوف. ولذلك لما تيجي توزن بقى يفعون في الرجال، هتقول على وزن ايه؟ يفعون بحذف الايه؟ اللام، هكذا. مفهوم يا اولاد؟ قال ومنه الا ان يعفون، لان الواو اصليه، اصليه يعني تمثل لام الايه؟ لام الفعل، وهي واو عفا يعفو، والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون، والنون فاعل مضمر. مضمر يعني مستتر، مضمر يعني مستتر، لا يعني ضمير. مضمر يعني ايه؟ ضمير. اوعى تقول مضمر يعني مستتر كما قال البعض، يعني بعض الطلاب كانوا يظنون ان مضمر يعني مستتر، لا، مضمر يعني ايه؟ ضمير، لان الضمير فيه معنى الاضمار، لانك تضمر به عن شيء اخر، هذا هو. طيب والنون فاعل مضمر عائد على المطلقات، ووزنه يفعلنا، هكذا باللام، لان هذه اللام تقابل الواو التي هي اصل في الفعل. وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون، لان تلك الواو ضمير لجماعه المذكرين، كالواو في قولك يقومون ويؤمنون ويجاهدون. وواو الفعل حذفت والنون علامة الرفع، يبقى النون في إلا أن يعفون دي فاعل اسم، والنون في الرجال يعفون حرف لأنها علامة رفع. يبقى الفرق بين النونين، النون في يعفون إلا أن يعفون اسم ضمير فاعل له محل من الإعراب، والنون في الرجال يعفون حرف لأنها علامة إيه؟ لأنها علامة رفع. الأفعال الأمثلة الخمسة. طب والواو؟ قال لك الواو في الأولى حرف، والواو في الثانية اسم، هكذا. مضبوط؟ مضبوط. طيب إلا أنها تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين، كالواو في قولك يقومون، وواو الفعل حذفت والنون علامة الرفع، ووزنه يفعون. وزنه ايه؟ يفعون. في عند بعض الطبعات يعفون، لا غيرها بقى، غيرها. فين؟
حاضر، لأن تلك الواو ضمير لجماعات المذكرين، صح كده؟ كالواو في قولك يقومون. في أي مكان يا حاضر 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 حاضر، لأن الواو والفعل ممنوع على سكون الاتصال والنون ووزنه، وليس هذا كيكون في قولك، لأن تلك الواو ولام الفعل انا بس عايز اعرف المكان، المكان عندي فين مش لاقيها. طب حاضر، بس انا اشوفها عندي، لان انا لان الواو اصليه. ها صح كده مظبوط، من اول هنا يعني نقرا من اول هنا من بعد ايه؟ كالواو في قولك يقومون. وواو الفعل حذفت، هي 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 يعني الواو، الواو يعني الواو اللي هي في اصل الكلمة، الجذر اللغوي للكلمة، الجذر اللغوي للكلمة ادي الواو. اذا قلت الواو يبقى الجذر اللغوي اللي هو العين والفاء والايه والواو، لكن اذا قلت اللام، لام الفعل اي ما عبر عنها في الميزان، بس كده هي هي انا لقيتها، بس كنت عايز اعرف ايه فين. وواو الفعل حذفت او لام الفعل حذف، كلاهما سواء واحد يعني. بارك الله فيك. طيب، وهذا يقال فيه الا ان يعفو، ووزنه يفعون. وهذا يقال فيه لو قلنا في على حد الآية نقول إيه؟ إلا أن يعفو، ويعني الرجال، بحذف نونه، كما تقول إلا أن يقوموا هكذا. وسيأتي شرح ذلك كله، شرح ذلك كله اللي هو إيه بقى؟ اللي هو فين؟ في لما نيجي ناخد إعراب المضارع إن شاء الله، يعني في الرفع والنصب والإيه والجزم. مظبوط؟ طيب، وأما بناؤه على الفتح، وأما بناؤه أي بناء المضارع على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد، بأن تباشره نون التوكيد لفظا، لفظا ايه؟ وتقديرا، مش او تقديرا، لان في بعض النسخ فيها او، وهذا خطأ، لفظا وتقديرا. وهنا في مشكل، القول ده فيه اشكالية بسيطة ان شاء الله نوضحها توضيحا مبينا باذن الله تعالى. يقول لك هنا فمشروط بناء المضارع على الفتح يا أمزر ويا فتح الله ويا كلكم، مشروط بأن يكون مؤكد بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، زي ولا ينصرن الله من ينصر، ولا ينبذن في الحطمة، ونحو قوله كتب الله لأغلبن، وهكذا في بقية الآيات والأشياء. طيب، فيقول لك مبني على الفتح، ينصرن فعل مضارع مبني على الفتح لمباشرته، لمباشرته نون، نون دفاع، لمباشرته نون التوكيد الثقيلة، ولا ينصرن، يبقى أي باشرته نون التوكيد الثقيلة. فلما باشرته نون التوكيد الثقيلة بني على الفتح، أو باشرته نون التوكيد الخفيفة بني على الإيه؟ على الفتح أيضا، زي قول الشاعر فلا ورب الراقصات لأثأرن، في البيت الشاعر المعروف ده، فوا ورب الراقصات لأثأرن، يعني لأثأرن من هؤلاء القتلة. ورب الراقصات يعني رب الخيل
أو الإبل لأنها ترقص أثناء المشي، تعمل كده وهي ماشية. يبقى هذا هو. طيب إيه المشكلة في هذا؟ قال لك نون التوكيد لفظا وتقديرا، لفظا دي حال، حال من ايه؟ من نون التوكيد حال، بس هي في حال في نون التوكيد دي اللي هي حالة كونها يتلفظ به او فيه، وهل هي تكون مقدرة؟ هي دي المشكلة. هو في نون التوكيد مقدرة؟ قال لك لا، مفيش نون توكيد مقدرة. طب ايه؟ قال لك يعني ايه لفظا او تقديرا؟ قال لك التقدير ده يعني لا ينوى، اي لا ينوى ان يفصل بينهما، بين الفعل ونون التوكيد. يبقى عبر باسقاط نية الفصل بالتقدير، عبر الشارح او والمصنف، لان هذا ارض في المتن، موجود في المتن برضه، عبر بعدم نية الفصل، عبر عن ذلك اللي هو ايه؟ عدم نية الفصل، مش نية الفصل، عدم نية الفصل، عبر عن ذلك بالتقدير، عبر عن ذلك بالايه؟ بالتقدير. لكن المسألة برضو فيها غموض يخفى كثير على طلاب العلم. يعني ايه عبر عن عدم نية الفصل بالتقدير؟ يقول لك الاولى هنا ان الشارح يقول ايه؟ يقول فإن لم يكن هناك مباشرة، الأولى والأوضح في الكلام أن يقول فإن لم يكن هناك مباشرة، فإن لم يكن هناك مباشرة بين الفعل ونون التوكيد، سواء كانت هذه المباشرة في اللفظ أو منوية، في اللفظ أو إيه؟ أو منوية، فإنه يكون مبنيا، فإنه يكون إيه؟ مبنيا. مرة ثانية سأقول ده. هنا يقول إيه؟ فمشروط، يعني مشروط البناء مشروط بأن تباشره نون التوكيد. وقلنا مباشرة نون التوكيد دولات أي لا يفصل بين الفعل وبينها، لا بضمير ولا بغيره. طيب حتى وإن كان الضمير الذي يفصل بينه وبينها محذوف، يبقى برضو إيه؟ لو فصل بين الفعل وبين نون التوكيد بضمير محذوف يكون معربا برضو. ولذلك قال ايه؟ قال لك لفظا وتقديرا. طيب معنى هذا ان يقول، معنى هذا والاوضح من ذلك ان يقول فان لم يكن هناك مباشرة، فان لم يكن هناك مباشرة بين الفعل وبين النون فإنه يكون ايه؟ مبنيا، او فإنه يكون معربا. فإنه يكون ايه؟ معربا. طيب فإن لم يكن هناك مباشرة بين الفعل والنون فإنه يكون معربا، حتى لو كانت هذا عدم المباشرة هذه في اللفظ او في الايه؟ في التقدير او منوية، في اللفظ او ايه؟ او منوية. فإن الحكم واحد، الحكم ايه؟ واحد. ولذلك عبر عن النية بالايه؟ بالتقدير، وعبر عن اللفظ باللفظ. هذا. لكن
مكمن الإشكال فين يا أولاد؟ مكمن الإشكال أن قال لك نون التوكيد لفظا وتقديرا، يعني ربما توهم بعض الناس أو بعض المتعلمين وبعض الباحثين بأن النون هي التي تقدر. النون هي التي إيه؟ تقدر، إما أن تكون نونا محققة أو مقدرة، وهذا هو الخطأ. هذا هي مكمن الإشكالية. ده هنا الإشكال هنا هو. لكن هو مش لم يرد ذلك. النون لا تقدر أبدا. النون لا إيه؟ لا تقدر. هتقول لي طيب ما النون مقدرة في قول الحق يعني لنسفعا، مش مفيش نون هناك؟ لا، دي في نون، بس النون هنا قلبت في الوقف إلى ألف، وهذا دأبهم في النون الخفيفة. النون الخفيفة إذا وقف عليها كمان، إذا وقف عليها تقلب إلى إيه؟ إلى ألف. زي لأثأرن بتاعت رب الراقصات دي، قال لك في رواية لأثأرن، وجت في رواية أخرى لأثأرى، هكذا. يبقى أدي ده مش تقدير، هذا مش إيه؟ مش تقدير، ولكن ده قلب، قلب النون ألف، وهذا ديدنهم في الوقف، يعني هذا في لسان العربي معروف عند الوقف. موت يا ولد، فاهم يا إقبال؟ فاهم، بارك الله فيك. خلاص، يبقى أدي الإشكالية هي إيه؟ زالت والحمد لله. قال: وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، يعني الأولى أن نقول فإن لم يكن هناك مباشرة أو مباشرة في اللفظ ولا في التقدير فيكون إيه؟ وهكذا. مضبوط؟ طيب. وذلك نحو كلا لينبذن في الحطمة. فينبذن فعل مضارع مبني على الفتح لمباشرته نون، يعني النون هي التي باشرت الفعل، لمباشرته نون التوكيد التقدير. ثم قال: واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، في حرف يونس، ولا تتبعان سبيلا. هنا في مسألة، والآيات اللي جاية دي كل واحدة فيها مسألة تصريفية هقولها إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. ولا تتبعان سبيلا، إيه أصل الفعل؟ أصل الفعل تتبعان، زي مثلا يضربان ويجاهدان، هذا هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس. طيب، هل يجوز ان احنا ندخل نون التوكيد عليها؟ قال لك لا، ما تدخلوش، ما تدخلش نون التوكيد على الفعل، لأن قلنا في التصنيف العزي، قلنا ان العلماء اجمعوا او يكاد يكون اجماع أن الفعل المضارع لا يؤكد إلا إذا محض للاستقبال، إلا إذا محض زمنه للاستقبال، ولا يمحض زمن الفعل المضارع للاستقبال يا فتح الله إلا في مواضع، إذا كان في قسم أو في طلب. قلنا كلامنا في الإيه؟ في التصريف العزي. المضارع لا يؤكد بالنون إلا إذا كان زمنه ممحضا للاستقبال، ومن ثم قال لك جوزوا توكيد الأمر بالنون توكيدا مطلقا من غير قيد أو شرط. ليه؟ قال لك لأن ده أصلا زمن للاستقبال، الامر زمنه الايه؟ خلاص، يبقى ما دام زمنه للاستقبال يبقى على طول يجوز ان تؤكد الامر توكيدا مطلقا، جوازا مطلقا من غير قيد او شرط. اضرب اضربا، العب العبا، اقرا اقرا، خلاص
مطلق جائز هكذا. طيب والمضارع؟ قال لك لا، المضارع ده له ضوابط. ليه؟ أول، لأن في زمنين المضارع، الحال والاستقبال، ولو كان في شبهة الحالية ما يؤكدش بالنون، لا يؤكد أبدا بالنون. ولذلك لو قلت والله لأضربن الآن المهملة، يبقى ده تعبير خطأ أو تعبير خاطئ، لأن قلت الآن، والآن يعني جعلت الفعل ممحض للحالية، ومن ثم لا يجوز أبدا أن تدخل النون التوكيد الثقيلة على الفعل. قول والله لأضرب المهمل الآن، لكن ما تقولش لأضربن. طيب لو حبيت أكد، قال لك خلاص أكد المضارع ولكن محض زمنه للاستقبال. بماذا؟ قال لك بالقسم والله، لأن القسم يجعله المستقبل. وإيه كمان؟ قال لك إذا كان في طلب، إذا وقع في طلب، لأن الطلب يمحل زمن المضارع للاستقبال. هذا هو، وحاجات تانية هتعرفوها إن شاء الله. طيب يبقى هنا ولا تتبعان، الفعل أصله تتبعان، فعل المضارع مرفوع بثبوت النون. يبقى معنى كده ما لا يجوز لي أن أدخل نون التوكيد الثقيلة على الفعل إلا إذا أدخلنا الطلب عليه أولا. بنقول إيه؟ ولا تتبعان، يبقى دخل لها الطلبية اللي هي الناهية. طب ولما دخلنا لها الناهية؟ قال لك جزم، صار مجزوما. صحيح؟ يبقى ولا تتبعا، يبقى ده فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس. ثم بعد ذلك ندخل النون، نون التوكيد، فصار إيه؟ قال لك فصار ولا تتبعان، لأن نون التوكيد الثقيلة يا محمد مفتوح، تتبعان. طب قال لك هنا التقى ساكنان، الساكن الأول الألف، والساكن الثاني النون المدغمة اللي هي النون الأولى من النونين، فنحذف واحد منهم. فإن قيل لا يحذف أحدهما لأنه على حد التقاء الساكنين، قلنا لا، نقول له لا، ليس على حد التقاء الساكنين، لأن الشيخ التفتزاني قال لك إيه؟ قال لك وحد التقاء الساكنين أن يكون الأول حرف مد وليم، والثاني أول المدغمين. مش قال كده في العزي؟ قال كده، وراح مثل. والتمثيل ده عند العلماء، التمثيل يا أولاد بكلمات معينة وبأمثلة معينة له غايات. فمثل بقوله مثلا دابة، فاكرين الكلام ده؟ وشابة، ومثل بقوله ولا الضالين آمين. طب ليه ما مثلش ولا تتبعان؟ قال لك لأنه ليس على حده، ده ظاهره بس كده على حده. طب ليه؟ هل ولا تتبعان أليست هي ولا الضالين؟ قال لك لا، ده ولا الضالين التقاء الساكنين على حده لأنه من كلمة واحدة، لكن ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون من كلمتين اثنتين، ومن ثم فارق الأولى في أن الأولى من كلمة واحدة وهذا شرط، والثانية هذه من كلمتين وهذا مخالف الشرط. ومن ثم هذا الذي معنا الآن ليس على حد التقاء الساكنين لأنه خالف الشرط الذي أقره العلماء بالتمثيل، لأنه خالف الشرط الذي أقره العلماء بالإيه؟ بالتمثيل، مش بتصريح، لأن التمثيل يستنبط منه ما لا يستنبط بالتصريح. يقول لك ولا الضالين،
يبقى على حد التقاء الساكنين. ودابة وشابة، دابة وشابة، هذا هو. لكن هنا قال لك لا، ده من كلمتين، لأن ولا تتبع دي كلمة، هيك الألف دي كلمة. طب والنون كلمة، لأن النون حرف، والحرف من الكلمات، قسيم الاسم والفعل. يقول لك ليس على حد التقاء الساكنين. طيب إذا لابد، مدام ليس على حد التقاء الساكنين، فلما أبقينا عليهما؟ مش نحذف واحدة ساكن من الساكنين؟ قال لك خلاص تعالى نحذف. قال لك إن حذفنا الألف التبس الفعل بالواحد، إن حذفنا الألف سيلتبس الفعل بإيه؟ بفعل الواحد. ولا تتبعن، يبقى ولا تتبعن أنت يا أمزر سبيل الذين لا يعلمون. طيب خلاص، يبقى دي ما ينفعش نحذف الألف. طب ولو حذفنا النون الأولى اللي هي النون المدغمة؟ قال لك لفات المقصود، لأن أنا عايز أكد بالنون الثقيلة، مش عايز أكد بالنون الخفيفة، لأن المقام يتطلب ذلك. يبقى ما ينفعش أحذف النون الثانية اللي هو الساكن الثاني اللي هي النون المدغمة. طب نعمل إيه؟ يبقى قال لك لابد أن أبقيهما، أن أبقي عليهما، فلا يجوز حذف أحدهما. طب نعمل إيه؟ قال لك حرك النون الثقيلة هذه بالكسر حتى تبقي على دلالة الفعل. حتى إيه؟ حتى تبقي على دلالة الفعل. وما دلالة الفعل؟ أنه مسند إلى الإيه؟ إلى المسند. قال لك ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. مفهوم يا أولاد؟ فهمنا ولا أكرر؟ فهمنا؟ أكرر؟ هل هناك سؤال؟ لا؟ ليه بقى؟ حاضر، أنا فهمت السؤال. هنا بيقول الشيخ ياسر، يقول لك إيه؟ يقول لك هنا إيه الفرق بين ولا الضالين ولا تتبعان؟ هنا لم نحذف ساكنين، لم نحذف ساكنين، لأن ولا الضالين ودابة وشابة الساكنان التقيا على حدهما. ما قلنا حاضر، التقاء الساكنين على حدهما أن يكون الأول حرف مد ولين، أهو ألف أهو، والثاني أن يكون مدغما في نفسه أو في نظيره أو في مثله من كلمة واحدة. أهو قلت لك بقى إيه بتصريح الكلام، من كلمة إيه واحدة. أتحاجوني في الله؟ لا يؤذى فيها التقاء الساكنين. هنا التقاء الساكنين على حده. وطبعا المسألة طويلة في تصنيف العز، لأن فيها خروج عن القاعدة في أشياء تانية. تمام؟ لذلك قال لك إيه؟ قال لك وما قاله، يعني ما قاله الشيخ الزنجاني فيه نظر، وقال بقى الحاجات اللي قالها. خلاص كده؟ بس أنت كنتش موجود لسه. طيب. هل هناك سؤال؟ خلاص. واحترزت بذكر المباشرة من نحو قول الحق تبارك وتعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وإعراب الآيات الكريمة هكذا، لا ناهية جازمة. تتبعان فعل مضارع مجزوم بلا، مش مبني، ده معرب، مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، وهكذا. والنون نون التوكيد. خلاص. والألف طبعا ألف الاثنين فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. سبيل هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. لا يعلمون لا نافية، لا تؤثر على المضارع إعرابيا،
ويعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة وهو الجماعة فاعل، والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب صيغة الإيه؟ الموصول. هكذا يا فتح الله. طيب، واحترست ذلك أيضا بنحو قوله لتبلون في أموالكم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن في حرف آل عمران. إيه لتبلون دي يا أولاد؟ نيجي نشوف إزاي وصلت إلى هذه الصورة. الفعل أول هام نقول اللام دي. اللام دي هي إيه؟ لام التوكيد. لام الإيه؟ التوكيد يا ولد. طيب خلاص دي لام التوكيد عرفناها. تبلون، قال لك الفعل أصله من بلى يبلو. من بلى يبلو زي عفا يعفو. يبقى لامه واو. لامه ايه؟ واو. لما نيجي نسنده الى ضمير واو الجماعة هقول تبلون زي ايه؟ زي تلعبون وتكتبون على وزن تفعلون. وخلي بالك الفعل مبني للمجهول او مبني للمفعول، يعني مسند الى المفعول به، يعني الواو دي نائب فاعل. هكذا. طيب يبقى الفعل تبلون بواوين اثنين. الواو الاولى لام الكلمه، تبلى تب تب لا اللام مفتوحه، وون الواو الاولى مضمومه، تفعلون او تفعلون، تبلون تفعلون. همشي معاك حرف حرف اهو. تبلون التاء مضمومه ضمتها بناء المفعول. اللي مش فاهم حاجه يقول التاء مضمومه ضمتها بناء المفعول، يعني بناء الفعل المفعول. والباء ساكنه واللام مفتوحه. ليه مفتوحه؟ قال لك لان المضارع كده، لما تيجي تبني المجهول تضم الاول وتفتح ما قبل الاخر، قلناها في الايه؟ في الفواكه. طيب الواو الثانيه قال لك دي ساكنه على حد النحاة، كلام النحاة ساكنة لأنها واو الجماعة، والنون مفتوحة نون اللي هي الرفع. تبلون تفعلون. طب نيجي نشوف أول هام الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألف بالإعلال، إعلال القلب، إعلال الإيه؟ القلب. فصار الفعل هكذا تبلون، تاء مضمومة معاك حرف حرف اهو، تاء مضمومة والباء ساكنة واللام مفتوحة وراها ألف. الألف دي جاية منين؟ جاية من قلب الواو ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت تبلون. نا الواو ساكنة والنون مفتوحة، التقى ساكنان، الألف المنقلبة عن الواو اللي هي لام الكلمة لام الفعل صحيح، والواو الثانية اللي هي واو الجماعة اللي هي الساكنة عند النحاة. فنحذف ايه؟ قال لك نحذف طبعا الحرف الضعيف. طب ما الاثنين ضعاف، لأن الألف دي كذا كذا حرف علة والواو دي حرف علة والاتنين ضع علة علة في بعضيها. قال لك لا بس قال لك ما ينفعش احذف الواو، لأنك لو حذفت الواو حذفت كلمة، ولو حذفت الألف حذفت جزء كلمة،
الايوب اولى. لا يحذف الالف الجزء، الجزء مقدم على الكل في الحذف والتخلص. وبعدين كمان الالف طرف طرف، لكن الواو دي براسها حاجه كده ضخمه كده. فيقول لك احذف الالف، حذفنا الالف فصار الفعل ايه؟ لتبلون، لتبلون. طب احنا عايزين ناكده، ناكده ماشي، لتبلونن، نن، تاء مضمومه وباء ساكنه ولام مفتوحه وواو الجماعه ساكنه ونون مفتوحه ونون تانيه مشدده. قال لك ده في ثلاث نونات، دي حاجه وحشه قوي، صعبه جدا. فبنعمل ايه؟ قال لك احذف نون لتوالي كراهيه توالي الامثال. طب نحذف ايه؟ قال لك لو حذفت النون، النون المدغمه لفات المقصود، هي التوكيد. قال لك ما نحذف، قال لك نحذف نون الرفع. طب نون الرفع دي مشكله، لان الرفع علما على الفاعليه، على المرفوع يعني، ده علامه اعراب. قال لك ما هو معنى ممكن يستدل برفعه بشيء اخر. يستدل، لا يستدل برفعه، برفع الفعل بشيء اخر، وهو عدم الناصب والجازم. مفيش ناصب يا شيخ احمد ولا جازم قبل الفعل، يبقى مرفوع. مش محتاجين بقى للعلامه، هتفهمها انت لوحدك. صحيح؟ يبقى حذفنا نون الايه؟ الرفع لتوالي كراهية توالي الأمثال. كراهية توالي، قال لك تخفيفا أو استخفافا. تخفيفا أو استخفاف، استخفافا يعني طلبا للخفة. طيب يبقى صار الفعل إيه يا ولد يا فتح الله؟ قال لك لتبلون، تبلون، تاء مضمومة وباء ساكنة ولام مفتوح وواو ساكنة ونون مشددة مفتوحة. صحيح؟ قال لك التقى ساكنان واو الجماعة والنون المدغمة. طب نعمل ايه؟ نحذف. خلاص ما علمتونا كده، التقى ساكنان نحذف. قال لك هتحذف ايه؟ قال لك هتحذف الواو. ما هو علة. قال لك ما ينفعش نحذف الواو، لا يجوز حذف الواو. هقول ليه بعدين. طب نحذف النون، قال لك ما هتفوت المقصود، لان انا عايز اكد بالثقيله. طب ليه ما اقدرش احذف الواو وندلل على حذفها بضم ما قبلها، زي على حد ايه؟ ولا يصدنك، وعلى حد قوله ولا تسمعن اللي جايه دي. قال لك بس انت هنا ولا يصدنك حذفت الواو ودللت عليها بضم ما قبلها. طب ما نعمل كده. قال لك في لتبلون دي فين؟ في اين ما قبلها؟ قال لك اي ما قبلها محذوف، ما قبلها حذف، اللي هو الالف المنقلب عن الواو. ما قبلها محذوف، فهتضم ايه؟ هتضم ما قبل قبلها اللي هو اللام. ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ قال لك خلاص يبقى نبقي على الساكنين، بس بدل ما نبقي على الساكنين من غير حده، حد التقاء الساكنين، قال لك حرك، حرك الواو بحركة من جنسها. خلاص يبقى لتبلون، وإن كان فيها ثقل، لأني الضمة على الواو ثقيلة، ولكنه سلمنا لهذا الثقل من أن من أجل ألا لألا نقع في ثقل أثقل منه. إيه هو الثقل أثقل منه؟ قال لك لأنك لو حركتها بالكسر لالتقى العدوان، الضمة والكسرة. ما ينفعش. طب حركها بالفتح. قال لك ما ينفعش حركها بالفتح، لأن هذا يوقعك أو يوهم أن الفتح هذا فتحة بناء الإيه؟ الفعل،
لانه مسند الى او مباشر بنون التوكيد، قال لك ده مبنى وقع الفتح، يقول لك لا ده هيقع في لبس. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ حرك بضمة على الواو وان كان فيها ثقل الا انه لابد ان نقبله من اجل ذلك. فاهم يا الانجليزي؟ انا مش فاهم. فاهم جيد؟ اقل لك؟ طيب الحمد لله. مفهوم يا طلاب العلم؟ ها؟ خلاص؟ طب عايز تقول حاجة؟ من باب اخف الضررين، ما شاء الله عليك. تمام. ها؟ عايز تقول ايه؟ تبلونا. وجه التباس ان هو ممكن انت تظن ان الفعل هنا مبني على الفتح لمباشرته دون التوكيد الثقيله، وهو معرب. هو معرب مش مبني. هو ايه؟ معرب. فحتى لا يلتبس بالمبني قال لك لا حركه بالضم. هكذا. فهمت؟ طبعا مش هو الفعل، ما ممكن تكون ولا سمع ان الفعل اصلا لامه واو. التبس في ايوه في لا لبس هنا في ايه؟ لبس. هكذا مفهوم يا ولد؟ اكرر. طيب يقول لك هنا واحترست بذكر المباشره من نحو قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وبنحو قوله لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن، وبنحو قوله فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إيه؟ إنسيا. هكذا. طيب ونيجي نشوف المسألة الثالثة هذه. ترين ديت إيه يا ولد أصلا؟ قال لك هنا ترأي اصل الفعل كده يا ولاد، خليكم معايا همشي معاك برضو حرف حرف. اصل الفعل رأى، اصل الفعل ايه؟ رأى، فهو من الراء والهمزة والياء. طيب الفعل رأى يرى، اصلها يرأى يرأى. ويرى دوت بنقول فيه يرى انهم يرونه قريبا ونراه بعيدا، انه يرونه بعيدا ونراه ايه؟ قريبا، في حرف المعاني. ليه هنا يا ولد الهمزه يعني سقطت؟ قال لك لان الهمزه هنا ثقيله. الهمزة يا أولاد عموما فيها ثقل، فيها إيه؟ ثقل، لأنها هو أبزر الشيخ عمرو قال لك أهو عمل لك كده يعني كما قال سيبويه نبرة تخرج من الصدر باجتهاد، اجتهاد يعني تعب، فيها ثقل. ولذلك هقول له القاعدة العامة، قال لك متى أمكن التخلص منها حدث وحصل، متى أمكن التخلص من الهمزة حصل. خلاص دي قاعدة عامة، والعرب تخلصت منها بأشكال شتى بحذفها وتسهيلها وقلبها طارة ثالثة، يحذفوها مرة يسهلوها مرة يقلبوها مرة، المهم يتخلصوا من النبرة دي اسمها همزة. والهمز هو النبر في اللغة كده في المعجم. همزت دابة يعني نخزها بعصاه ونبرها، عمل لها كده بالله. يبقى دي ايه؟ اسمه همزت دابة. والهمزة نبرة تخرج من الصدر باجتهاد، وكأن اسمها
دليل على عليها، اسمها دليل ايه عليها. وانا سبق ان قلت هذا في العز، قلت ان كل صوت من اصوات اللغه يبدا بنفسه الا الهمزه تبدا بغيره. ليه؟ لماذا؟ ليه يا اولاد؟ قال لك لان السين تبدا بالسين، لان هي تبدا بصوتها دليل عليها. لكن الهمزه تبدا بالهاء دليل على معناها. دليل على ايه؟ معناها، مش على نفسها، مش على حقيقتها، على معناها. الهمزه تبدا بالهاء لان اسمها يدل على معناها. لكن اي صوت اخر يدل بذاته بنفس، يبدا بنفسه ليدل على حقيقته. الدال تبدا دال، اهي صحيح. الذال ذال، شين شين، ياء نون، صاد صاد، الف دال، لانه بيدل على الحقيقه. طب والهمزه؟ قال لك على المعنى. فالهمز نبر، الهمز ايه؟ نبر، هكذا. ولذلك سيدنا النبي لما جاله الاعرابي قال له يا نبي الله، قال له ايه؟ قال له لا تقل لي نبي الله، هذا صحيح، ولكن قل لي يا نبي الله. فنحن بني قريش لا ننظر، شوف قال ايه، لا ننظر بالاسم، يعني ما نقولش ايه نبي، قل نبي، وان كان القران نزل بيها انبياء ورش او قال لك، لكن قال له كده لا تقل لي يا نبي الله، وانما قل يا نبي الله. فنحن بني قريش لا ننظر، ما قالش لا نهمز، شوف شوف الكلام، لا اتى له بالمعنى لا ننظر، هذا مفهوم هذا؟ طيب ما بداش بالهمزه، لان الهمزه معناها النبض، همزه ده فعل اسمه همزه، همزه الدابه يعني نخزها، عملها كده بالعصايه كده عشان تجري، عشان ينبرها يعني يجعلها ظاهره في الجري، يحثها. شيخ امزر قال لك هو يحثها، يعمل لها كده عشان تجري بسرعه، هذا فهو همزه. ويل لكل همزه لمزه، هكذا. طيب فتح الله عليك وعلى هؤلاء، قولوا امين يا اولاد. يبقى الفعل رأى في همزة، والقاعدة بتقول ايه يا فتح الله؟ بتقول لك متى امكن التخلص من الهمزة حدث او حصل. طيب يبقى هو عملوا ايه في الهمزة؟ قال لك رأى، رأى، فسقطت الفتحة، الحركة من الهمزة، فسكنت الهمزة ثم حذفت، وحذفها للتسهيل والتخفيف لان هي ثقيله. طب ما عملش كده في ايه؟ في بقيه الافعال ليه؟ في مثلا سال، قال لك حصل، لان قال لك سال بني اسرائيل، ما قالش اسال بني اسرائيل. متى امكن التخلص من الهمزه حدث، خلاص مضبوط مضبوط. طيب نيجي نشوف بقى، نرجع للفعل تاني. الفعل راى يرى اصلها ترأينا، يبقى الفعل المضارع أسند إلى ياء الإيه؟ المخاطبة، ترأينا على وزن تضربينا،
تضريبين على وزن تفعلين. ترأين، التاء مفتوح تاء والراء ساكنة. محقولة تاء مفتوح والراء ساكنة والهمزة مفتوح. وبعدين في ياء مكسورة وفي ياء ثانية ساكنة وفي نون. تضربين، تفعلين، تفعلين، هكذا. يبقى أسندت الفعل إلى ياء الإيه؟ ياء المخاطبة، فصار الفعل مرفوعا بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ترأيين، هكذا. طب نعمل أول حاجة حصلت إيه يا أولاد؟ يبقى نعيدها تاني الحتة دي. تاء مفتوح وراء ساكنة وهمزة مفتوح وياء مكسورة، ياء الكلمة، ياء الفعل، لام الفعل، ياء مكسورة، وبعدين ياء ثانية ساكنة ياء المخاطبة، ونون علامة الرفع مفتوح، هكذا. الفعل هذا على بهذا الشكل، قال لك حركة الهمزة اللي هي الفتحة نقلت إلى الساكن الصحيح قبلها. همزة، فتحة الهمزة نقلت إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفت الهمزة تخفيفا فصار الفعل هكذا. ترين، تاء مفتوح وراء مفتوح وياء مكسورة وياء ثانية ساكنة ونون مفتوح. طيب انظر معي إلى الياء الأولى اللي هي لام الكلمة. الياء الأولى حركت وانفتح ما قبلها فقلبت إيه؟ فقلبت ألفا، إعلال بالقلب على حد تتب لون، فصار الفعل هكذا. تراين، هكذا. تاء مفتوح وراء مفتوح وألف ساكنة على حد النحاة وياء ساكنة ونون مفتوحة، نون الرفع. تراين، التقى ساكنان، الساكن الأول الألف اللي هي عين الكلمة، صحيح؟ عين الكلمة، عين الكلمة، والساكن الثاني الياء، فحذفنا الألف الساكن الأول لعلته وضعفه وكذا وكذا، فصار الفعل ترينا، صحيح؟ ترينا، هكذا. فلما دخل الجازم، وفين الجازم ده؟ إما، إيه فين الجازم؟ أصله إما، إن الشرطية نونها مدغمة في ما الزائدة، إن الشرطية التي أدغمت نونها في ميم ما الزائدة، فصار الكلمتان كلمة واحدة، إما. فلما دخل الجازم الذي هو أداة الشرط حذفت النون، نون الرفع، فصار الفعل تري. فلما دخل أو أردنا أن نؤكد بالثقيلة فصار الفعل إيه؟ طرينا، تاء مفتوح وراء مفتوح وياء ساكنة ونون ساكنة مدغمة في نون أخرى، فالتقى ساكنان. طب نعمل فيهم إيه؟ قال لك ما ينفعش نحذف الياء، لو حذفناها تبقى لا يدل عليها دليل، لأنك لو أردت أن تحذفها وتكسر ما قبلها لصار الفعل أو الكلمة
صارت الكلمة منهوكة، صارت الكلمة ايه؟ لكثرة الحذوفات. ما ينفعش احذف واحذف 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 واحذف، يبقى ايه؟ الكلمة هتنتهك. طب يبقى خليها. ولا سيما ان ما قبلها محذوف، فلو اردت ان تكسر ما قبلها، ما قبلها محذوف، ولو اردت ان تكسر ما قبل قبلها ما ينفعش، فنخليها. طب والنون الثانية؟ قال لك ما ينفعش نحذفها، لفات المقصود. طب نعمل ايه؟ قال لك نحركها بحركة من جنسها، فصارت الكلمة فإما ترين. هكذا نقوم يا أولاد الخطوات، مفهوم الخطوات ولا أكررها؟ ها؟ فهمت؟ فهمت يا أولادي؟ نعم. حاضر، عينيا ليك يا إقبال. عايز تقول حاجة صح؟ نفس الكلام. ممكن تلتمس أو حملا للباب. حملا للباب. أي علة من العلل الإيه؟ الثوابت. نعم، حاضر. أكرر من أجل إقبال من أول إيه ولا. أو كلها من أولها تانية سريعة. الفعل هو أصله ترأينن أو ترأينن، هكذا. تاء مفتوحة وراء ساكنة وهمزة مفتوحة وياء مكسورة وياء ثانية ساكنة ونون التي هي علامة الرفع. تحركت الهمزة فنقلت حركة الهمزة التي هي الفتحة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفت الهمزة تخفيفا أو استخفاف، هكذا. فصار الفعل ترين بياءين، تاء وراء مفتوحة، تاء مفتوحة وراء مفتوحة، وياء مكسورة وياء ثانية ساكنة ونون. الياء الأولى التي هي لام الكلمة، الياء الأولى التي هي لام الكلمة تحرك وانفتح ما قبلها فقلبت ايه؟ فقلبت ألف إعلال بالقلب، فصار الفعل تراين، تاء مفتوحة وراء مفتوحة وألف وياء المخاطبة صحيح اللي هي الساكنة ونون الرفع، التقى ساكنان الألف التي هي لام. أنا قلت قبل كده فعل عين الكلمة، لا هي لام الكلمة. كويس ان انت قلت اعيد عشان نصحح الخطا. التقى ساكنان، الساكن الاول الالف المنقلب عن الياء التي هي لام الكلمه. انا قلت قبل ذلك في الشرح الاول في عين، بس هي ليست عينا وانما هي ايه؟ لام. اخطات. التقى ساكنان التي هي الالف والياء، ياء المخاطبه والنون بعدها طبعا، فحذف الساكن الاول الذي هو الالف، فصار الفعل هكذا: تاء مفتوحه وراء مفتوحه وياء ساكنه ونون ترين. فلما دخل الجازم الذي هو ان الشرطيه المدغمه في ماء الزائده حذفت نون الرفع فصار الفعل تري. فلما اردنا ان نؤكد صار الفعل ترين، تاء مفتوحة وراء مفتوحة وياء ساكنة ونون مشددة. التقى ساكنان، الياء الأولى الساكنة التي هي لام، التي هي ياء الإيه؟ المخاطبة، والنون المدغمة. ولا يجوز أن نحذف أحدهم، أن نحذف أحدهم ما ينفعش لما ذكرنا. طيب نعمل إيه؟ قال لك نحرك الياء بحركة من جنسها وإن كان فيه ثقل إلا أنه يقبل لما ذكرنا، فصار الفعل فإما ترين، هكذا. طب إعرابه إيه؟ ما إعرابه؟ إعرابه هكذا: الفاء بحسب ما قبلها، إن شرطية جازمة، ما زائدة،
حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ترين فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه حذف النون، فعل الشرط ونون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وياء المخاطبة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. فإما ترين من البشر أحدا، من البشر جر مجرور متعلق بمحذوف حال، حال من إيه؟ من أحد اللي جاي بعديها اللي هي مفعول به، لأن تفضيل الكلام فإما ترين أحدا من البشر، ولو تقدمت الصفة على الموصوف صارت إيه؟ حال، زي ما أنتم عارفين القاعدة هكذا. وخلاص أدي الإعراب، مفهوم يا ولاد؟ فإما ترين من البشر أحدا، فإن الألف، نعم، فإن الألف في الأول، الألف الأول اللي هو الأول اللي هو الإيه؟ ولا تتبعان. فإن الألف في الأول والواو في والواو في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون. قال لك إيه؟ هو معرب لا إيه؟ لا مبني. وهنا في مسألة بسيطة كده، ايه هي؟ يقول لك طب ده لماذا بني المضارع لما يباشر بنون التوكيد الثقيله؟ ليه يبنى؟ قال لك يبنى لانه اشبه 15، لانه ركب مع النون تركيبه 15، ولما ركب مع النون واشبه 15 فبني، زي كما بني الايه؟ العدد المركب، هكذا، مضبوط؟ طيب بيقول لك طيب لما يجي يفصل بين النون والفعل بفاصل اللي هو الالف او الواو او الياء الضمائر، ليه ما نعربوش؟ قال لك دي مساله فيها خلاف من النحاة، من ليه ما نبنيهوش برضه؟ قال لك دي مساله فيها خلاف من النحاة من أبقاه على بنائه. دي مسألة خلافية. من النحاة من أبقاه على بنائه، يعني قال لك حتى لو فصل بين الفعل وبين نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بفاصل الذي هو الألف أو الواو أو الياء بقي على بنائه لوجود العلة. قالوا كده. لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهرة وعلى رأسهم سيبويه رحمة الله عليه من إعرابه إذا فصل بين الفعل وبين نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بأحد الفواصل التي ذكرنا. طيب ليه؟ قال لك لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء. علة سيبويه يقول لك لو أنت ركبت الفعل مع الواو مع النون لا يكون مبني، لأنهم لا في أصولهم أو من أصولهم أنهم لا يبنون ثلاثة أشياء. هم اللي يبنوا إيه يا أولاد؟ قال لك يبنوا حاجتين اتنين بس، بيت بيت، ليل نهار، الظروف المبنية والأحوال المبنية وهلم جر وخمسة عشر وهكذا. مضبوط يا اولاد؟ عرفنا العله؟ خلاص. قول. لا، ده في فرق كبير يا اولاد. في فرق كبير قوي من لا، مش نفس العله يا مولانا. ليه؟ لأن معنون النسوة ده إسناد، قلنا ده إسناد، إسناد حدث إلى فاعل. ضمير. لكن ده لا، ده ايه؟ ده تركيب. خلاص. طيب يقول لك وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا، اللي انا قلت عليه دلوقتي اللي هو المشكل ده في الاول ده لفظا وتقديرا، وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل ايضا معربا
وذلك كقوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، في آخر القصص يا أولاد. ولا يصدنك، أصل الفعل يصدون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، يصدون هكذا. طيب لما أدخلت الجازم، لما أدخلت الجازم اللي هو لا الناهية، قال لك لا يصدوك، خلاص لا يصدوك. فإذا أردنا أن نؤكد قلنا لا يصدونك هكذا، التقى ساكنان الواو والنون. طب ما ده على حدهما، قال لك لا مش على حدهما، لأن هذا من كلمة وذاك من كلمة، يبقى ما ينفعش، ليس على حد ولا الضالين. طب نعمل ايه؟ قال لك يبقى احذف. طب نحذف الواو لأنها ضعيفة، قال لك دي الواو دي فاعل، هتحذفها ازاي؟ ما انت ما حذفتش الواو هناك. قال لك لا، انا ممكن احذف الواو هنا لأنني سأضم ما قبلها، وما قبلها موجود، وإذا ضمنت ما قبلها دل عليها، خلاص تبقى سهلة العملية، سهلة. ولا يصدنك على طول هكذا. والتانية قال لك ولا تسمعونن، برضو احذف بقى النون، بس النون في ولا تسمعونن ديت، قال لك حذف النون بعلة مخالفة لعلة حذف النون ولا يصدن. ليه؟ قال لك حذف النون في الأولى في اللي هو لا يصدنك دي من أجل الجازم، لكن حذف النون في ولا تسمعونن ديت قال لك لكراهية توالي الأمثال. يبقى المحصلة واحدة، المحصلة إيه يا وادي الإندونيسي؟ واحدة، ولكن العلة إيه؟ مختلفة. العلة مختلفة، إيش فاهم حضرتك؟ بارك الله فيك. طيب طبعا صحيح، جميل قوي التعقيب ده. يقول لك الضمه في الدال غير الضمه في الدال، يعني قبل وبعد، لان الضمه التي في الدال قبل الحذف ضمه الاتباع من اجل الواو دي حرف مد وليد، فلابد ان يكون من جنسها، والضمه الثانيه دي من اجل الدلاله على الواو المحذوف هكذا. كذلك انت نفسك. جميل قوي الكلام، بارك الله فيك، قول امين. وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل ايضا معربا، وذلك كقوله تبارك وتعالى: ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك، ونحو قوله: ولا تسمعن. الفعل تسمعون، فعل هو ايه؟ تسمعون. طيب فتفعلون عادي خالص، مرفوع بثبوت النون لانه امثله خمسه. طب اللام دي ايه؟ قال دي لام التوكيد، لام التوكيد بتؤكد ما تعملش حاجه. طيب انا عايز ااكد الفعل، اكده، حط له نون ثقيله، فصار الفعل تسمعوننا. بقى التقى ثلاث نونات، حذفنا النون نون الرفع لكراهية توالي الأمثال. طب وده ده علامة رفع، ازاي انا احذفها؟ عامل زي فاليوم اشرب، حذفوا النون القص، حذف الضمة، اشرب ويشربوا، قال لك ما ينفع، ما يجراش حاجة، لان عدم وجود الناصب والجازم يدل عليه، عدم وجود الناصب والجازم يدل على انه مرفوع خلاص. طب وهنا قال لك كذلك احذف النون الرفع كراهيه توالي الامثال. طب هيلتقي ساكنان، قال لك احذف الواو لانه ضعيف. طب ليه نحذف الواو؟ قال لك لانه سيدل عليه دليل، هي الضمه، ضم الحرف الذي قبله، فصار الفعل تسمعن ولا تسمعن من الذين.
هكذا. مفهوم يا أولاد؟ نعم. مثله يعني مثل ولا صد ضمه. غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال، ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم يصدونك هكذا. فلما دخل الجازم، طبعا أصله قبل دخول الجازم كده قال لك فيها نظر، فيها ايه؟ نظر. قالوا كده في الكتب الأخرى، قالوا ذلك فيها نظر. ليه؟ قال لك لأني ما ينفعش تأكد قبل دخول ما يدل على تمحيض الزمن للاستقبال، ما ينفعش تأكد. يبقى تقول ايه؟ أصلها يصدون، وبعدين أدخل الجازم، تمام؟ وبعد ما تدخل الجازم أدخل نون التوكيد، ما ينفعش تدخل نون التوكيد الأول. المهم لكن في النهاية هو كده خلاص. فلما دخل الجازم وهو لا الناهية، ولا الناهية طلب، والطلب يمحض الزمن للاستقبال زي ما قلنا. فحذفت النون فالتقى ساكنان الواو والنون، فحذفت الواو لاعتلالها، نعم، ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة، وقدر الفعل معربا. يبقى ولا يصدنك دي معرب برضو مش مبني، ولا تسمعن دي برضو ايه؟ معرب مش مبني هكذا. وقدر الفعل معربا، وان كانت النون مباشرة لاخره لفظا لكونه منفصلة عنه ايه؟ الله. عرفنا بقى بقول لك منوي لا ينوى ايه حتى التقدير، اي لا ينوى فصله. وقد اشرت الى ذلك كله ممثلا، يعني اشرت ذلك شرحا وتمثيلا. واما اعرابه، الحاله الثالثه بقى يا اولاد، صحيح؟ واما اعرابه يعني اعراب المضارع وهو الحاله الثالثه والاخيره، ففيما عدا هذين الموضعين نحو يقوم زيد ولم يقوم زيد ولم يقوم زيد، وهو الايه؟ وهو الرفع والنصب والجزم، وفي هذا سيقول ان شاء الله اشياء ايه كثيره. هل هناك سؤال يا طلاب العلم؟ اسال طبعا، اسال طبعا. مباشرة في اللفظ يعني قلناها اللي هو زي ايه؟ ولا ينصرن الله من ينصر، المنوية اللي احنا قلناها ده كانت منوية ان تكون هناك. قلنا ما قلنا ده الاشكال اهو، ما انا قلت ليه في قبل كده في اشكال، وانت بعد الشرح الاشكال وقعت فيه في الاشكال. احنا قلنا هنا لفظا او تقديرا، اللفظ والتقدير ده وان كان ظاهره النون، يعني النون اما ان تكون مباشره لفظا او تقديرا، ده مش صح، ده غير المقصود. الاشكاليه ما احنا شرحناه وخفت الا ان تقعوا فيها ووقعت انت فيه. قلنا ايه؟ قلنا لو كانت النون مفصولة، لو لم يكن هناك مباشرة، لو لم يكن هناك مباشرة بين الفعل والنون سواء في اللفظ أو في التقدير أو منوية، لصار الفعل معربا. وهذا هو الذي مثل له الشارح ب ولا تتبعان ولا تبلون او منوية. لا، ما بقول لك الكلام مش على النون، الكلام مش على نون التنوين المنوية، الكلام ليس ظاهره ان تكون التقدير في النون، لان النون التوكيد الثقيلة لا تقدر، مش قلنا كده؟ النون التوكيد الثقيلة والخفيفة
نون التوكيد لا تقدر، ولذلك هو ما قالش يا أولاد. يدلك على ذلك عدم قول الشارح والمصنف في متنه أو في شرحه ما لم يقل نون التوكيد لفظا، أو ما قالش أو. تعرف لو قال أو يبقى الكلام بتاعك ده صح، لكن هو قال لفظا وتقديرا بالعطف بالواو، ليس بالتخيير ولو بالإشراك. الواو واو بالواو للإشراك وليس بالتخيير. لو التخيير يبقى أنت كلامك اللي أنت وقعت فيه ده أو أنا احترست به في الأول ده صحيح، لكن قال إيه وتقدير، لأن هناك إيه، فإن لم يكن هناك مباشرة، أنا كاتبه، فإن لم يكن هناك مباشرة بين في اللفظ ولا في التقدير فيكون معربا. وقلنا التقدير قبل كده لا ينوى هناك فاصل، هكذا مضبوط. يبقى ادي ايه الكلام، ها خلاص. في حد له سؤال؟ نكتفي بذلك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الصورة الجسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية، من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.